الزاهدين وفي الآخرة الراغبين وبالقضاء راضين وبالنعمة كشاكرين وعلى البلايا صابرين وتحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أجمعين وفي الجنة داخلين وعلى سريرة القرابة قاعدين وبحور العين متزوجين ومن سمسم استبرق وديباج متلبسين ومن طعام الجنة آكلين ومن لبن وعسل مصفين شاربين بأكواب وأباريق وكأس من معين مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا الله يا مولانا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا في هذا اليوم الشريف المبارك من السعداء المقبولين ولا تجعلنا يا الله يا مولانا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا في هذا اليوم الشريف المبارك من السعداء المقبولين برحمتك يا الله يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك اللهم من سخطك والنار. اللهم انك عفو كريم حليم عظيم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لموتانا وارحم موتانا انك انت الغفور الرحيم يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا اتنا من لدنك رحمه واهدي لنا من امرنا رشدا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي أكرمنا بنعمة الإسلام وفضلنا على كثير من الأمم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. لا في فوجاو จะได้ครบถ้วนซึ่งจำนวนวันของเดือนรอมฎอนและพวกเพื่อพวกเจ้าจะได้ให้ความเกรียงไกรในการตักเบ็ดแด่อัลเลาะห์ในสิ่งที่พระองค์ทรงแนะนำแก่พวกเจ้าและเพื่อพวกเจ้าจะได้เป็นผู้ที่ขอบคุณพระองค์ศรัทธาชนที่เคารพรักทั้งหลาย
เราท่านทั้งหลายนั้นได้ถือศีลอดกันครบตามจำนวนวันที่ทางจุฬาราชมนตรีได้ประกาศว่าเมื่อวานได้เห็นดวงจันทร์วันนี้เป็นวันที่หนึ่งของสวรรค์เป็นเดือนที่ท่านทั้งหลายนั้นคงจะต้องมีภารกิจต่อเนื่องแต่ว่าในช่วงชีวิตที่เราใช้อยู่ในรอมฎอนที่ผ่านมานั้นเรานั้นได้ปฏิบัติภารกิจนั่นก็คือซิยามวัลกิยามวัลกิรออัตุลกุรอานคือภารกิจที่เราทำในเดือนรอมฎอน